العقارات يعني نعم السجل المدني عليهم ان يصلح المنظومه، ما دام ذكرت السجل المدني، السجل المدني عليهم ان يصلح المنظومه، لان هناك تقارير تقول ان المنظومه المعمول بها في السجل المدني منها 5 نسخ من يعمل بها في ليبيا، كل واحد يعمل بطريقته، وهناك تقارير من ناس قريبون من ناس قريبين من السجل وكانوا يشرفون عليه يقولون ان هناك اكثر من مليون شخص هم مسجلون في السجل، منظومة السجل المدني، ولا وجود لهم على أرض الواقع والحقيقة، فيخشى أن يكون هؤلاء مسجلون في السجل الانتخابي يسجلونهم، وبعد ذلك يتم التزوير عن طريقهم وتفسد حياة ليبيا كلها من أولها إلى آخرها. فعلى المسؤولين أن يحققوا في هذه المسألة بحيث لا يغررون بمستقبل ليبيا. هذا على ذكر السجل المدني. أما السجل الثاني، سجل العقارات، فأقول له ليس شرطا أن تتم القسمة في السجل العقاري، عليكم أن تقسموا القسمة وكل واحد يستلم نصيبه، ولما يتأتى لكم الأمر بعد ذلك تقومون بالتسجيل، لكن الآن ينبغي عليكم أن تقوموا بالقسمة بينكم قسمة عرفية، وكل واحد يأخذ حقه ويشهدون على ذلك ويوقعون، وكل واحد يستفيد من حصته، ثم بعد ذلك إذا أتيحت الفرصة تسجلونها في إدارة العقارات.